نشكر الدولة الجزائرية على هذا التنظيم المحكم في هذه السنة اللي شاهدناها عبر دور النشر هنا، كانت منظمة الأمور إلا أنه كان نقص في بعض الكتب في بعض المراجع. الجناح اللي استوقفني أكثر هو الجناح التاريخي، كتاب تاريخي خاصة تاريخ المحلي، كان هناك كتب بالفعل دور النشر، بالاضافه هناك كتب للفكر. تخوف لوغزانيزاسيون الي اكسيلونت، كاين بزاف لي ميزون ديديسيون سورتو لي ليفر اون فرونسي. دابيتود ناقصين، انا ما نقراش اونجلي وعربي، نقرا كو اون فرونسي. لقيت عند بوكيت اشيت، لقيت كاع واش كنت حايبه، اي سورتو لي ليفر تاع لا كرياسيون دو كونتينيو. لقي جناح الجيش الوطني الشعبي منذ افتتاح المعرض اقبال واسع من طرف مختلف فئات المجتمع، بالاخص فئه الشباب والباحثين للتعرف اكثر على المقالات المنشوره وكذا مختلف معروضات المؤسسه العسكريه. مرت ايام المعرض ايام عطره وجميله مليئه بالمعرفه والثقافه. سعدنا جدا بهذه التظاهره العظيمه، بهذا الاحتفال العظيم، عرس الكتاب. كانت ايام جميله، شعرت بسعادة كبيرة وأنا في معرض الجزائر، وذلك للعدد الهائل من الجمهور الغفير المقبل على معرض الجزائر. هذا الجمهور لم أره في أي معرض كتاب، فقط هنا في الجزائر من أول ساعة، من أول افتتاح. تبارك الله، الناس يعني يأتون ويقبلون على الكتاب، الأسرة الجزائرية، الأطفال، الطلبة الجامعيين، الباحثين، عامة الناس، هناك شغف ورغبة في المعرفة كبيرة. المشاركة هذه المشاركة رقم 12 في الطبعة 27 لصالون دولي الكتاب. صالون دولي الكتاب هذا العام كان متميز، يافي بوكو دو بريزونس تاع الجمهور، تاع لي زيديتور، تاع لي نوفوتي، وجاز في أحسن تنظيم والحمد لله.